المنتخب الأولمبي يمكن كان بيلعب مباريات في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية في باريس إن شاء الله. يمكن الأيام بتجري بسرعة، والدورة الودية أو الدورة الرسمية في باريس هتنطلق في شهر 7، وعندنا 3 مباريات: 24/7 مع الدومينيكان، 27/7 مع أوزبكستان، وإسبانيا يوم 30/7. على فكرة المباريات، البعض قد يعتقد أن دومينيكان وأوزبكستان مباريات سهلة، ولكن البطولة فيها مباريات صعبة، وهتلعب مع إسبانيا يوم 30 في ختام مباريات المجموعة، وفي مواعيد بقى خاصة بتسليم القائمة والمشاركة والسفر إلى باريس للمشاركة في هذه الدورة الأولمبية. تاريخ كبير جدا، يا رب بإذن الله يقدر المنتخب يحقق فيه إنجاز جيد مع المدير الفني ميكالي. يمكن لعبنا مباراتين وديتين مع كوت ديفوار، كسبنا في اللقاء الأول 1-0، وفي اللقاء الثاني كسبنا 2-1. مزيدا من التفاصيل ومعرفة آخر أخبار المنتخب وكيف يستعد الجهاز الفني للمرحلة القادمة، وهي مرحلة حاسمة في إطار المشاركة في باريس، نروح مباشرة للكابتن محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي. كابتن محمود، مساء الفل. مساء الفل، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ الله يسلم حضرتك. الأول عايز أطمن منك على المباريات الودية اللي اتلعبت مع الكوت ديفوار، وهل في فرصة لمباراة ودية أخرى، ولا هيبقى في صعوبة لنتيجة إن مفيش أجندة دولية في الفترة اللي جاية؟ لا والله الحمد لله، احنا كان عندنا معسكر من يوم 1 ليوم 11، لعبنا خلال التوقف الدولي اللي فات ده، لعبنا خلاله مباراتين مع كوت ديفوار، منتخب محترم، لعيبه كويسه، محترفين اغلبيتهم، استفدنا من التجربه. التجربه الاولانيه ممكن كان اداء مش كويس قوي، التجربه الثانيه الحمد لله الاداء اتحسن، لان زي ما دايما الراجل بيقول ان لازم اللعيبه تلعب كتير، لان في برضه لسه عندك لعيبه ما بتلعبش مع انديتها اصلا. أكيد. فلما بيجوا يلعبوا معانا فمع التمرين مع الشغل بيبان الشغل بتاع الراجل يعني. فالحمد لله كان معسكر مفيد. احنا عندنا المعسكر الجاي ان شاء الله هيكون قبل الاولمبياد من يوم 10 ان شاء الله، هيكون مقام في باريس قبل البطوله، وبعد كده هنعمل في مدينه بوردو، وبعد كده هنروح على نانت ان شاء الله مقر اقامه المنتخب ومبارياته هناك باذن الله. طب عايز اطمن منك، ميعاد تسليم القائمه امتى بالظبط؟ هنسلم القائمه النهائيه او الرسميه عشان المشاركه في باريس. هي القائمه النهائيه ان شاء الله 3/7. 3/7 القائمه بالظبط، 22 لعيب. طيب، فكرة اللعيبة الكبار، يعني طبعا أكبر حاجة بتبقى مستحوذة على اهتمام الإعلام اللعيبة الكبيرة اللي ممكن فوق ال 23 سنة اللي هيستعين بيها المنتخب. هل في معدلات زمنية لإرسال قائمة مبدئية بأسماء اللعيبة اللي فوق ال 23، ولا بتتعاملوا إزاي مع الملف ده؟ احنا ارسلنا يعني خلاص، ارسلنا للكابتن في اللجنة، في سوري، القائمة الأولية، بعتنا فيها 76 اسم متضمنة طبعا لعيبة كبار ولعيبة صغيرين، بنبعت كل الأسماء اللي احنا عايزين نبعتها، ومن 3/7 بقى ان شاء الله نبعت من ال 76 ده نختار منهم ال 22 اسم ان شاء الله. 22 كانوا كبار او صغيرين بالظبط. طيب، الاسماء اللي فوق ال 23 سنه، ابرز الاسماء اللي انتم حطيتوها حتى كقائمه مبدئيه، مين مثلا؟ لا لا لا، انا بتكلم حضرتك في قائمه 76 اسم، ففيها لعيبه مصر كلها يعني. لا الكبيره، مش بتكلم على اللعيبه اللي تحت ال 23. انا بقول لك يعني اي حد لابس شيرت منتخب مصر موجود في القائمه دي، فما يعني لان قائمه كبيره جدا، لكن بناء على طلب مستر ميكيل يعني ان احنا ما نعلنش عن القائمه دي، ونستنى نعلن عن القائمه النهائيه ان شاء الله. طيب، لو متاح ممكن مثلا اسالك على عدد لاعبي الاهلي اللي موجودين في القائمه، في اطار عدد قد ايه مثلا؟ بص والله، بص يعني عشان دي بس رغبه الراجل المدير الفني ان احنا ما نعلنش اي حاجه عن القائمه الاولانيه حتى ما اعلن، فانا اعذرني والله لان ده طلبه، فانا مش هقدر اطلع عنها اي تفاصيل يعني، انا اسف. اكيد والله. طيب، هل في خطابات اتبعتت للانديه بخصوص التنسيق للملفات دي؟ خالص. عشان امبارح برضو الموضوع ده انتشر ان احنا بعتنا خطاب للنادي الاهلي، لا ما بعتناش اي خطابات لسه. كويس جدا. مش اي انديه، فاحنا خلال ممكن ان شاء الله الاسبوع ده كده يبقى في اجتماع مع الراجل، نشوف وجهه نظره واستقر على الاسماء مين، لان الراجل كان عنده وجهه نظره طلعت صح بصراحه يعني على موضوع، قال لي انا هعلم من بدري في ظروف ممكن تحصل، وهي حصل يعني، ربنا يشفيه كابتن مصطفى محمد، ربنا يشفيه اصابه باذن الله. طبعا المتغيرات بتبقى كتير، فالراجل مستني لغايه اخر وقت يعني ان شاء الله. يعني باكد من خلال كابتن محمود حرب ان كل الاخبار اللي انتشرت ان في خطابات رسميه اتبعتت من اتحاد الكوره عبر المنتخب الاولمبي للاهلي والانديه الاخرى بشان انضمام لاعبين، كل الكلام ده اصلا غير صحيح، لسه ما تمش. ما بعتناش اي اجابات زي ما بقول لحضرتك، احنا لسه ما استقرناش اصلا اسماء يعني، الراجل ما ادانيش الاسماء اللي احنا هنحتاجها ان شاء الله، فعلى اساس كده مش هبعت اسماء وانا معيش اصلا، الراجل ما ادانيش الاسماء لسه يعني، هبعت على اساس ايه يعني. بالظبط كده. نتمنى لكم التوفيق يا رب، كل الدعم ليكم، واي مسانده اعلاميه، اي دور ايجابي ممكن نقوم بيه في قناه الاهلي للمنتخب الاولمبي احنا معاكم في اي لحظه، وان شاء الله باذن الله تروحوا وتحققوا نتائج ايجابيه في الالعاب الاولمبيه في باريس. كانت مداخلة مهمة جدا مع مدير المنتخب الأولمبي، وزي ما بقول لحضراتكم ليس كل ما ينشر
ويقال في المواقع وفي البرامج وفي السوشيال ميديا شرط انه يكون صحيح. امبارح واول امبارح كلام كتير اتقال على اسماء لعيبه في الاهلي بدون ذكرها. ده المنتخب الاولمبي هياخدها، ده الاهلي عنده مباريات في الدوري، ازاي ده يحصل؟ ده الاتحاد بعت خطاب للاهلي والاهلي ما يقدرش يرفض. اهو صوت وصوره، اهو معايا مدير المنتخب نفى نفي قاطع ان في اسماء تم الاعلان عنها او ان في خطابات راحت للانديه، وان لسه في اجتماعات متتاليه الفتره اللي جايه، وفي قائمه نهائيه هيتم ارسالها يوم 3/7. فبالتالي كل اللي بيتقال دلوقتي كالعاده فرقعه اهداف، يعني قريب جدا هتعرفوا الحقيقه، واكيد هيبقى في تنسيق كامل على اعلى مستوى لمصلحه الاهلي والانديه ولمصلحه المنتخب الاولمبي. دي كانت ابرز القضايا والملفات اللي كانت معايا النهارده في برنامج الترند.